استعمال الطريق السيار وباختلاف الظروف والحالات تفرض تدخلاً آنياً وفورياً من قبل المساعد الذي يواظب على القيام بدوريات مستمرة. كنشوفوا اللي كانت شي انومالي في اونيفو ديال الترونسون ديال اونتر كازا رابا، الجروب ديال الصباح ديال العشيه وديال الليل. السياره هنايا ترتفع دوريات المساعده في فصل الصيف والمناسبات لتصل الى 30 الف كيلومتر في اليوم، اي ما يوازي 18 مره طول الشبكه. هذا عنده مشكل في لابان ميكانيك، هاي تهلا سيرونس ديالو جات عنده ديباناج، غيديروا لي انترفونسيون كيهزوا الطوموبيل. مجرد ما كتحل انت ممكن غادي يبانوا لك لي انترفونسيون مسجلين هنا. باش كندخلوا لشي انترفونسيون هنايا كتعطينا البيكا ولوسونس، كنمشيو نتوجهوا لذاك المكان وكنعرفوا فين كاينه بعدا وشنو المشكله اللي تما. واليوم في محور في حال الرباط دار البيضاء وصلنا ان كنوصلوا عند المواطن اون لو باريز، تنتكلفوا بالسلامه ديالو دونك اون لو سيكوريز في اقل من 5 دقائق. إضافة إلى مصادفة الدوريات، يبقى مركز الاتصال التابع للطرق السيارة وسيلة أخرى للتقرب من مستعملي الطريق، وذلك فيما يخص طلب المساعدة والاستعلامات والإرشادات ووضع الشكاوي وكذلك لأغراض تجارية. بزنيقة؟ وي بياس ديال بزنيقة. داكور زحام؟ جا في ولاد الناس كيسولوا على الترافيك. داكور. المركز يتلقى ما يقارب 1200 مكالمة يوميا. نعم سيدي، بغيت ديكلارو اون فواتور اون باك. Quand les gens nous appellent sur le 50-50, nous avons une équipe en temps normal de 15 personnes. Et en saison estivale, cette équipe passe à 25 personnes. Nous intervenons essentiellement pour tout ce qui est demande de dépannage, tout ce qui est assistance, envoi de dépannage, balisage pour les véhicules légers, les déclarations d'accident, où on intervient auprès, directement auprès des centres d'exploitation des autoroutes du Maroc. العمل على الاستجابة لنداء ومتطلبات السائقين تبقى أولوية مركز الاتصال، وبتنسيق كذلك مع منصة مركز مراقبة الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء والرباط.